الشهرة يعني أنا لو ما كنتش كندير الموسيقى ما غاديش يكون عندي مواقع التواصل الاجتماعي ما غنديرهمش يعني مع احترامي الناس اللي دايرينهم يعني بالنسبة لي أنا بغيت ندير موسيقى بغيت نشري مع الناس موسيقى والدليل هو أن هذه الفترة هذه اللي أنا ما كنتش كنخدم فيها موسيقى ما كنتش كنت كنتعرض كان ما كنتش كنبغي نمشي لأنه غنمشي بصفتي أشنو بغيت نعطي واحد المنتوج للناس نعطي للناس الموسيقى اللي, اللي انا كنبغي نديرها من بعد ديك الساعه نقدر نبان لهم ونهضر لهم على حياتي الخاصه ونهضر لهم على حياتي يعني الفنيه وكل شيء اكد لك يا يعني ما كنشوفش مثلا اول كلمه قال لي رضا تحيه لي انه قال لي بغيت دير هكا وشوفها لقدام يعني ما كنشوفش الناس اشنو دارو شنو لي اللي ضارب اشنو اشنو الموسيقى اللي كيبغوا الناس يسمعوا الفلان ولا لانه الموسيقى بحال دير يعني الا فرضتي واحد ستيل على الناس غيولوا كيبغيو كي ولا جبتي ستيل ديفيرون الا كان زوين الناس راه غيبغيو انا الحاجه الحاجه الوحيده اللي باغي ندير باغي ندير لو ستيل ديالي الفيجن ديالي النظره الفنيه ديالي نوصلها للناس ان شاء الله وسا الا كانت ولا كانت مزيانه ان شاء الله راه غتوصل لهم